أحمد الذي ولد بعد 24 عاما من وفاة سلطان السلاطين سليمان المعظم. أمضيت طفولتي الأولى في مانيسا بمحبة كبيرة وهدوء وسلام. وعندما صعد والدي إلى العرش وأصبح سلطانا على الدولة، انتقلت أنا وعائلتي إلى عاصمة الدنيا إسطنبول. كان يوم سعيدا بالنسبة لي. أخي أنا كنت عم دور عليك. لكن كانت سعادة مؤقتة. أمرنا أبي أن نصعد إلى برج العدالة. عندها اكتشفت أن سعادة الأمراء التي يحكى عنها عبارة عن كذبة كبيرة، فنحن إما أن نتولى العرش أو نقتل. منذ ذلك اليوم أصبح الحزن والخوف من نصيبنا، لأنني عرفت حينها أنه بمجرد أن يصبح الأمير سلطاناً يقوم بقتل إخوته أولاً، وذلك خوفاً من نشوب الفتنة. هكذا تنص قوانين دولتنا. إلا أنني تعلمت شيئاً مهماً: لا يمكن لأي قانون أن يتغلب على الحب الصادق الذي ينبع من أعماق القلب. أنا هلأ بحلف لك يا مين، إذا استلمت العرش بيوم من الأيام ما رح فرط بإخواتي لو شو ما صار، ما رح أعمل مثل بابا أبدا. أردت الهروب، إلا أن أبي أراد أن نشاهد بأعيننا الحدث الجلل كي نسير على خطاه. خرج من القصر 19 تابوتا مثل القوارب التي تسبح فوق. أكرمنا لتشك مدن حييت. أذكر مشهداً آخر لا يفارق ذاكرتي، حينما أحسست بوجود ملك الموت يحوم في المكان ورأيت الخدم وقد تحولوا إلى جلادين. أبي السلطان محمد خان فرط بأخي الأمير محمود. بعد تلك الليلة أصبح لهذه الدنيا طعم مختلف. أنا أحمد الذي أدرك أن أكبر ألم يصيب الإنسان هو ألم فقدان الأخ. عشت في هذا الظلام 3 أشهر، لم أعد أشعر بفرح المطر ولا ببهجة الربيع، وفقدت الإحساس بالسعادة واسودت الدنيا في وجهي. دعتني السلطانة صفية إلى جناحها آملة أن تدخل الفرح إلى قلبي. أرادت أن تسعدني وأن تخرجني من الجحيم الذي أعيش فيه، فأحضرت لي الهدايا الثمينة من كل أصقاع الدنيا. وفجأة سطع نور بدد هذه الظلمة. شو هاي سلطانة؟ بحارتنا لقوها لما استولوا على السفينة بالبندقية. لوحة حلوة كتير. شو اسمها طيب؟ اسمها أنستاسيا. تلك اللوحة كانت أجمل شيء رأته عيناي. لقد رأيت في هذه اللوحة ما هو أكثر من جمال الفتاة. رأيت 3 أشياء ذات قيمة كبيرة في حياتي: النقاء الذي يملأ روحي كلما نظرت إليها، الفرح الذي ينسيني. أحسست أن ساعتي اقتربت، أو هكذا ظننت بعد ذلك الحلم.
سمو الأمير. هذا أنا سموك. ريحان آغا، أمروني أخذ حضرتك على الغرفة الخاصة. مولاي ليش بده يشوفني بهالوقت؟ بده يتخلص مني؟ بده يقتلني مثل أخي مو هيك؟ يا عدتي عند شدتي، يا منقذي عند مصيبتي، احمني يا الله، يا من ترانا في كل لحظة. أنت عظيم القدرة، أسألك الرحمة، فعبدك ضعيف لا حول له ولا قوة. سمو الأمير، تفضل. سمو الأمير يا مولاتي السلطانة. قرب يا أحمد. حفيدنا القوي والشجاع رح خبرك بكل ألم إنه مولانا اللي هو ابننا وقطعة من روحنا أبوك السلطان محمد من شوي ترك دنيتنا وانتقل رحمة ربه. والشمس اللي عم تشرق هلا هي شمسك انت يا أحمد. ومن هاللحظة هاي رح يكون عرش دولة آل عثمان تحت سيطرتك انت. سلطان أحمد، آخر شيء كنت بتوقعه إني أتولى عرش الدولة العثمانية. فخرية، سلطانتنا الحلوة. سلطانة، تعي يا بنتي تعي، وقفي معنا يا قلبي. اليوم هو يوم عظيم لابن أخوكي. سلطاننا استلم الحكم بعمر صغير، الله يوفقه ويكون معه يا مولاتي. آمين.
دستور جلالة السلطان أحمد المعظم. الله يرحمه ويغفر له، سلطاننا تركنا وهو بعز شبابه. وقت انقتل سمو الأمير محمود الله يرحمه ويغفر له، اجا شخص وطلب مقابلة مولاي السلطان لأمر مهم. وقت حذر جلالته من اللي رح يصير بعد 56 يوم، وقال له يا مولاي افتحوا عيونكم منيح. ومثل ما قال، اتوفى مولانا السلطان باليوم 56 اللي حذروا منه. شو هالحكي هذا موسى شلبي؟ موات هذا الحكي لأنه رح يسبب فتنة كبيرة. الفتنة اللي عم تحكي عنها رح تقوم عاجلاً أم آجلاً يا شيخنا؟ يعني حضرتك بتشوف من المناسب شاب لساته بهالعمر يتولى عرش دولة آل عثمان. الله يبعد عنا الفتن. آمين، آمين. نحن واكبنا عصر القوة بفترة حكم السلطان سليمان، ومن بعده ابنه السلطان سليم، ومن بعده ابنه السلطان مراد، وحزننا كتير عليهم. الله يرحمهم. ومن بعده نتولى العرش ابن السلطان محمد، وأثبت إنه جدير بلقب سلطان الدولة العثمانية، بس الموت خطفه منا. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة. آمين. 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 سمو الأمير، مو قصدي، كنت عم ألعب أنا وأخي أحمد. لا تقله أخي يا مصطفى، من هون ورايح بتقله مولاي. يا روحي، تعرف شو لازم تعمل بعد ما تستلم عرش الدولة؟ قوانين دولتنا العثمانية بتحتم على الأمير اللي بيستلم العرش يضحي بحياة باقي الأمراء مشان يحافظ على نظام الدولة. وانت هلأ رح تكمل طريق آبائك وأجدادك وتتولى عرش أعظم دولة. السلطنة العثمانية صارت ملكك، بس بنفس الوقت رح تكون امتحان كبير لإلك. الله يقويك وينصرك على أعدائك ويطول بعمرك ويعطيك الصحة. الله يحميك من الخونة ويقوي سيفك على الظالمين والمرتدين يلي رح يوقفوا بطريقك. منطلب من رب العالمين يزرع فيك الحكمة لتنشر العدل وتقطيع الفتن وتحافظ على قوة الدولة. انت هلأ قدامك مهمة صعبة، بس ثقتنا فيك كبيرة.
السلطان أحمد خان المعظم. الباب. مولاي، بس ما تكون تعبان أو مريض. مي مي ليش سكروا الباب؟ وليش أحمد بقي جوا؟ هلأ منشوف. شوي شوي ماما، عم توجعيني. حضرتكن يا مولاي عم بتمثلوا إرادة الله عز وجل على وش هاي الأرض، والأقاليم السبعة تحت تصرفكن. أنتوا سلطان القارات الثلاثة، واسمكن من هاي اللحظة هو السلطان أحمد خان. أنتوا النهار ونحن الليل، أنتوا المي ونحن الأنهر العطشاني، أنتوا أسد الغابة ونحن القطيع المحكوم. وبهذا اليوم يا مولاي شمسكن صار لازم تشرق وتضوي على كل العالم، وميتكن صار لازم تمشي بالنهر ويقوى زئير الأسد لا يسمعوا بكل الأرض. سلطان أحمد خان سلطان العالم. ألف حمد وشكر لك يا ربي، ألف حمد وشكر. شيخ شيوخ الإسلام أبو الأمين مصطفى مفتي الدولة العثمانية. حضرة كبير الوزراء الصدر الأعظم بالدولة العثمانية قاسم باشا. أمراء جزيرة القرم الأخوين الأمراء شاهين جيراي ومحمد جيراي.
بتشوف يا أفندي وزير المال جناب محمد باشا إنه السلطان أحمد ممكن يعفو عن أخوه الأمير مصطفى؟ أكتر واحد ممكن يعرف الجواب هو شيخ الإسلام. القوانين واضحة وحيصدر الفرمان، السلطان أحمد رح يعدمه لأخوه الأمير مصطفى. هاد يلي رح يصير، لأنه هذا قانون والسلطان ما فينه أنه يتجاوزه. مولاي لازم يفكر بمستقبله ويقوي عرشه. قبطان البحار سمو الأمير سنان باشا. بتحتم على الأمير اللي بيستلم العرش يضحي بحياة باقي الأمراء مشان يحافظ على نظام الدولة. قائد الجيش حضرة المفتي مصطفى، يا بشوات، جنودي الأبطال، أنا السلطان أحمد خان ما بدي لطخ يوم جلوسي على عرش الدولة بدم إنسان بريء وما له ذنب. أنا برفض القانون اللي بنص على قتل الأخوة. ولهذا السبب أنا قررت أعفي عن أخي الأمير مصطفى وما رح أسمح لحدا يقتله. عاش مولانا السلطان، السلطان أحمد خان. 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 قراره حيسهل مهمتنا يا محمد. أحفاد جنكيز خان رح يقدروا يوصلوا لهالعرش ويحكموا السلطنة العثمانية. وطي صوتك يا شاهين، والله إذا سمعونا بيقطعوا روسنا. بكرة الأيام رح تثبت للكل مين منا يلي بيستحق إنه ينقطع رأسه.